الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أجدد تشكراتي للجنة المنظمة لهذا الملتقى العلمي المبارك، وإلى كل الشركاء من داخل الكلية وخارجها، وعلى رأسهم طبعا مؤسسة محمد بصير للدراسات والأبحاث والإعلام. الورقة التي سأعرض بها إليكم هي ورقة تستهدف تقديم رؤية عامة عن المشروع الإصلاحي والتجديدي لعالم وصوفي وفقيه وموقت، وهو محمد بن محمد بن عبد الله الموقت المراكشي. هذا العالم الذي ينتسب إلى حضرة مدينة مراكش عاش تقريبا في مرحلة فاصلة من تاريخ المغرب، وهي الفترة الممتدة من سنة 1894 إلى غاية 1949، وهي فترة كما يخفى عليكم تعج بالكثير من الأحداث والتطورات على أكثر من واجهة وصعيد. ابن المؤقت المراكشي كما ترجم له مترجموه في عدد من المصنفات، كان كثير التأليف والتحبير لدرجة أن عدد مصنفاته وصلت إلى ما يقارب 80 مصنفا. وتميزت لغته الواصفة في الكتابة بوجه عام بحس نقدي عالي السقف وبعمق ودقة الملاحظة للقضايا والمواضيع التي أثارها في مجمل هذه الكتابات. وقد استفاد في هذا وذاك من جملة معطيات أذكرها في مايا. أولا، من تكوينه الواسع في شتى علوم الشرع والدين، ثم أيضا من جرأته الزائدة على اللزوم في رصد وتشريح القضايا التي أثارها، خاصة في الكتابات التي تمحورت حول قضايا اجتماعية وسياسية. كما استفاد أيضا من انفتاحه المبكر على كتابات السلفية المحدثة في العالم العربي وتحديدا في مصر، وهي كتابات طبعا الحال تعود إلى الإمام محمد عبده والعلامة رشيد رضا وغيره. حينما كتب ابن الموقت المراكشي هذا الكتاب المعنون بالرحلة المراكشية أو مرآة المسائل الوقتية، التي سأحاول من خلالها أن أعرض لمشروعه الإصلاحي، حينما ظهر هذا الكتاب بطبيعة الحال قام ضده معارضة شديدة في مدينة مراكش، تولى كبارها ثلاث قضاة في هذه المدينة، وقد عرض أمر هذا الكتاب على أنظار داش المدينة من أجل مصادرة من السوق أو على الأقل معاقبة مؤلف هذا الكتاب. ثم انتقل هذا الأمر إلى جلالة الملك محمد الخامس، طرح هذا الأمر على جلالته للنظر في ما يتضمن هذا الكتاب من تطاول على الكثير من رجالات العلم والثقافة والتصوف في هذه المدينة، لكن جواب جلالة الملك فاجأ الجميع حينما أكد على أن من هاجم بقلمه فالرد عليه لا يكون إلا بالقلم. وفي هذه الأثناء قام قاضي مدينة سقاط المدعو آنذاك بأحمد السكيرج بتأليف كتاب آخر في الرد على مزاعم ابن الموقت المراكشي في كتابه الرحلة المراكشية، وقد سمى هذا الكتاب بالحجارة المقتية لكسر مرآة المساوئ الوقتية. وابن الموقت المراكشي حينما اطلع على هذا الكتاب وعلم ما يحتويه من افتراءات ألف كتابا آخر في الرد على هذا الكتاب، لكن كتابه الأخير قد صدر من السوق وانتهت هذه المعركة إلى ما انتهت إليه. هذه الورقة بطبيعة الحال التي سأحاول أن أعرضها بين أيديكم حول المشروع الإصلاحي لابن المؤقت المراكشي هي ورقة قسمتها إلى أربع تقريبا محاور، على أن أتوسع في المحاور الأخرى
عند نشر هذه الورقة ضمن أعمال هذا المنتصف في اللاحق من الأيام. وهذه المحاور طبعا الحال سأحاول فيها في المقام الأول أن أتناول الحديث عن مجال الدينية لرؤية الإصلاح عند ابن الموقت المراكشي في المجال الديني، ثم في محور ثاني سأحاول أن أعرض رؤيته إلى مجال التدبير الإداري والقضائي، ثم في محور ثالث سأقف عند رؤيته في المجال التعليمي، وأخيرا سأعالج على رؤيته في مجال النظر إلى مظاهر المدنية الأوروبية. لم تكن الانتكاسات والخيبات التي مني بها المغرب في أكثر من استحقاق عسكري وسياسي واقتصادي إبان القرن التاسع عشر، والتي توجت حلقاتها المروعة بإخضاعها قصرا لنظام الحماية المشؤوم في منطقة القرن العشرين، لتضع الخطابات الإصلاحية التي أنتجتها النخبة العالمة المغربية اليوم ذاك على خط متقارب حتى لا نقول متجانس في النظر إلى مفاعيل الأزمة البنيوية التي ألمت المجتمع المغربي وأنهت وإلى غير رجعة معظم الثوابت والمسلمات التي استقرت منذ زمن بعيد في وعيه الجمعي وكيان الحضاري، أو في صوغ الأجوبة والبدائل العملية الناجعة لتجاوزها، أو على الأقل لوضع حد لآثارها وتبعاتها. وإذا كان التباين الملحوظ في فلسفات النظر والقراءة والتحليل لواقع تلك الأزمة وتعقيداتها قد أملت حكما التحيزات الاجتماعية والسياسية والمذهبية التي كان يصدر عنها الإصلاحيون المغاربة في بناء مقالاتهم ومرافعاتهم الفكرية، فإن صدمة اللقاء مع مظاهر الحداثة الغربية التي صاحبت غزو الاستعمار للمغرب، والمسافة التي اتخذها كل عالم مصلح منها إن رفضا ونقدا حينا أو تجاوبا واستحسانا حينا آخر أو جمعا بينهما في أحالين نادرة، قد أفضى في نهاية الأمر إلى اختلافات واضحة بين رموز الحركة الإصلاحية المغربية في تشريح أسباب حادثة التأزم والتخلف التي ألقت بظلالها القاتمة على كافة مناحي الحياة، وفي طبيعة الحلول والتدابير العملية التي اقترحتها لإصلاح هذا الوضع النشاز بغية استئناف دورة النهوض والبناء والتجديد مرة أخرى بأكبر قدر من النجاعة والفاعلية. فقبل التعرض إلى المحاولة التي أشرت إليها في مدخل هذه الكلمة، لا بد من إشارة بادئة بدء إلى أن ابن الموقت مراكشي لم يضع إطارا منهجيا لتصنيف الموضوعات التي خصها بالحديث في رحلته وعرضها أول بأول تدع لأهميتها وأولويتها في برنامج التصوير للإصلاح، بل أتى على ذكر موضوعات كثيرة دون أن يحاول تبويبها أو تأطيرها ضمن وحدات موضوعية مستقلة الواحدة عن الأخرى، تدع لما يوجد بينها من اختلاف في جنس الموضوع الممائي إليه أو الجهة المستهدفة فيه بالنقد والتعريض. فقد اختار استعراض ما اعتبره مساوئ وقتية عمت بها البلايا والمصائب في عصره، انطلاقا مما وقعت عليه عينه من مشاهد تمرها النفس أو عاينه من منكرات وبدع صارت ديدنا عامة الناس وخاصتهم، أو استمع إليه من خطب ومواعظ وتوجيهات ممن اختاره صاحبا وصديقا ودودا يعينه على رحلة التنقل من بلد إلى بلد والتقلب في أطوار السفر ليشاركه هم التفكير في هذا الدهر وعجائبه وما ناب أهله من نوائبه، انطلاقا مما يختزنه في قلبه ووعيه من ذكرى الحوادث الواقعة والوقائع الحادثة في المغرب. هذا المصدر. ولعل اختيار ابن الموقت مراكشي هذا المسلك المنهجي في العرض والصد والتحليل هو ما جعل أسلوب كتابته لنص الرحلة المراكشية يختلف عما هو مألوف ومتداول في مصنفات وكتب مجايليه من علماء ومتصوفة وأدباء ومؤرخين، فقد جاءت رحلته في بنيتها الصدية العامة على شكل حوار بين ثلاثة أشخاص كان يستدعيهم من مخيلته بحسب ما تقتضيه الظروف والحاجة. وهذا المنهج اللطيف والماتع في تأليفه وما أضفى على نص الكتاب مسحة حركية تنضح بالحياة والتجدد والجاذبية. إذن سأبدأ بالمحور الأول المتعلق بالمجال الديني والعقدي. استأثر الحقل الديني وأشكال التدين والاعتقاد الشائعة يومئذ في أوساط العامة والخاصة من الناس في المجتمع المراكشي على نحو خاص، وما كان يعتريها من انحراف وتبديع وتشويه لأصول قواعد الدين الإسلامي وأركان منظومتها القيمية السمحة بالحيز الأوفر والأهم
من المساحة النقدية التي توزعت متن الرحلة المراكشية من البدء حتى المنتهى، لدرجة تجعل القارئ يدرك منذ البداية أن المشروع الإصلاحي لابني المؤقت المراكشي هو مشروع ينطلق من اعتبار أن سبب تخلف الأمة وانهيار كيانها هو انفصالها الشامل عن مرجعية دينها المستندة إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم، وأن خلاصها وتعافيها مما هي فيه من ذل وهوان لا يكون إلا بالعودة إلى أصالة دينها وجوهر عقيدتها كما استنى أركانها واختط شرعتها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، واهتدى بهديها السلف الصالح من الأمة بعده. وهذه القناعة الراسخة اختزلها ابن الموقت بعبارة جامعة تغني عن كل بيان لما قال: وبالجملة فسنة الترقي هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لقد توقف ابن الموقت مراكش عند كثير من الأدواء والأعطار التي كانت تستشري على نطاق واسع في جسم المجتمع المغربي وتحجب البصائر والمدارك وتشل العزائم والإرادات، غير أنه شدد في غير ما موضع على أن أخطرها على عقل المسلم وأكثرها إعاقة للتواصل مباشرة مع مصادر الوحي والاستمداد منها هو انتشار ثقافة الخرافة والدجل بين الناس واستحكام منطق الكرامة والخوارق في جماعة فكرهم وسلوكهم. ولعل هذا ما دعاه إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى الطرقية ورجال الزوايا الذين كانوا يستغلون جهل الناس وسذاجتهم وإيمانهم بقداسة الولي حيا أو ميتا وحرمة مقامه في وجدانهم وبين ظهرانهم لنيل متباهم من حطام الدنيا ومكاسبها. ومما أورده بهذا الخصوص نص: وما هذه الطوائف المقتية إلا تلوينات عرجاء بل أفاعي أقطار ابتكرتها مخيلة شيطانية، ومهما أردت التفاهم مع أحد منهم والتعرف إلى شخصيته وما تنطوي عليه ضلوعه من الأمان والرغبات وقمت تبحث عنه في ميادين جهاده وساحات حروبه ونضاله وقعت على أعمال تأباها شريعة خير المرسلين. وقد أضاف قائلا في نفس الاتجاه أن ما يزعم أهل الطرق وشيوخ الزوايا من كونهم إنما يكتفون أثر السلف الصالح فيما يأتونه من تعبدات ويصرون عنه من ادعاءات ليس إلا مجرد توهمات لا تمت بأيسرة مصيرات لما تواتر في مذاهب أهل السلف من اتباع لمنهج السنة النبوية والاحتكام إلى مقرراتها وأحكامها، إذ يقول: وإذا أمعنت النظر في تعدد طرق القوم واختلاف أحوالهم وتباين بعضهم بعضا علمت أن سبب هذا الاختلاف وكثرة المناكر وتطرف البدع إنما هو من جهة قوم تأخرت أزمنتهم من عهد ذلك السلف الصالح وودعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها وتقولوا عليهم ما لم يقولوا به حتى صارت كل طريقة في هذه الأزمنة الأخيرة كأنها شريعة أخرى غير ما أتى به مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تجلى هذا الأمر بوضوح فيما صار لهؤلاء المتصوفة المتأخرين من سلطة مرجعية في غالب أحوال الدين ومتعلقاته حتى أنسى كل من يريد الدخول في أي طريقة من الطرق يعمل إلى أخذ ما نقل عنه في الكتب من الأحوال الجارية عليه أو المزورة عنهم أو الأقوال الصادرة منهم فيتخذونها دينا وشريعة وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب أو السنة أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح لا يلتفتون معها إلى فتيا مفتي ولا نظر عالم. ولم يفوت ابن المؤقت مراكش وهو يتحدث عن النفوذ الواسع والمتعاظم الذي بات تحظى به طوائف الطرق والزوايا في مجمل مناطق التراب المغربي الإشارة باستفادة إلى البدع والمنكرات التي كرستها كطقوس ومسلكيات وعوائد في كثير من أوجه ممارساتها الدينية والتعبدية وأنشطتها الاجتماعية والعلائقية. وتأسيسا على ما سجله ابن الموقت من انتقادات حادة ومؤاخذات شتى في حق مختلف الطرق الصوفية فقد انتهى إلى التقرير وبلغة جازمة حاسمة لا غبار عليها بأن المسلمين لن يسترجعوا بتة سالف مجدهم ولن يبلغوا ما يريدون لأنفسهم من سعادة الحياة وهنائها إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد، ولن يعودوا يقفون بين يدي السبت والجزور والغزواني والتباع والسهيل واليحصوبي وأمثالهم في سائر الأقطار كما يقفون بين يدي الله. لقد تقاطعت آراء ابن الموقت مراكش في نقد للطرقية مع كثير من علماء السلفية الجديدة الذين أجمعوا على إخراج الطرقيين من دائرة الصوفية
الموصوف لنا باتباع السنة ومباينة البدعة، على خلاف أصحاب طرق مخصوصين باتباع الأهواء والضلالات والبدع المحدثة، كما يتفق ابن الموقت مراكشي مع ما ذهب إليه حينما حملوا الطرقية مسؤولية ما أصاب المجتمع المغربي من تخلف وجمود وتنازع وانحلال. فقد كتب أحمد المدن في هذا الشأن قائلا، وهو بالمناسبة بطبيعة الحال من رموز الحركة السلفية الجديدة، إذا تأملنا في المصائب التي أحاطت بنا والأمراض الاجتماعية التي أنهكت إيوانا وأحالت إباءنا إلى سكينة وإذعان وعزتنا إلى ذلة وهوان، لم نجد مصدرا إلا الزوايا وأبناءها. وهو ذات الموقف الذي وقفه عمر بن عبد الجليل من أصحاب الطرق حينما اتهمهم بأنهم أفنوا حياتهم في تسكين وتهنيد روح السعي والتقدم والإباء في الأمة. المجال الثالث هو المجال السياسي والإداري. حظيت مسألة التدبير الإداري والقضاء وما كان يعتبرها من مفاسد ومضارب شتى باهتمام لافت للنظر في تصور ابن الموقت الإصلاحي. فقد أكد في هذا الإطار أن من بين الأسباب التي أدت إلى تفشي الظلم والجور والتطاول على الأنفس والحرمات والممتلكات بدون وجه حق هو فساد جهاز الإدارة وإسناد المناصب الشرعية لمن لا خلاق ولا أهلية له. فعوض الحث على إقرار العدل وإنصاف المظلوم والحفاظ على أمن البلاد وحقوق العباد، يقول ابن الموقت مراكش أن رموز الإدارة المخزنية صرفوا كل همهم وجهدهم في عهده إلى اغتصاب أموال المستضعفين وانتزاع حقوق البارئين ومنح هذه الظلمة المعتدين جورا وعدوانا دون أن يراعوا في أحكامهم وسياستهم من حدود الله وشرعه إلا ولا دينهم. يقول: أما الأمراء اليوم والحكام فقد قضوا أعمارهم في جمع الحطام واتخذوا الحكم والسلطان تجارة من التجارات وبضاعة من البضاعات، يربحون منها الغنى والثروة ولا يعلمون للحكم من مزية سوى ابتزاز الأموال واستلاب الحقوق وابتزاز الدراهم من دماء الأرامل والأيامة وانتزاع الأقوات من أفواه الضعفاء والأطفال واليتامى. وسواء توصلوا للمال من حله أو غير حله لم يبالوا بالضعيف المسكين ولم يرفعوا للعاجز المسكين، بل ظلموا البريء وبرأوا الظالم فجمعوا لديهم من أثر ذلك ما فرقه الله على عباده. ونظر لما ترتب عن سياسة الشطط والتصنط والعدوان التي مكث أن يمارسها موظف الإدارة المخزنية على اختلاف مراتبه في ظل نظام الحماية من ضياع الإحكام الشرعي واهتضام لحقوق الأبرياء وتفاقم لمظاهر التسلل والاعتشاء في كافة المرافق العمومية، اقترح ابن الموقت مراكش على الحكومة بعض المطالب الإصلاحية التي من شأنها أن تساعد في علاج هذه الاختلالات والمفاسد، وهي مطالب ترتكز على إجراءين اثنين. الإجراء الأول: تولية الخطط السامية لمن له الدراية والكفاءة والعزيمة. الإجراء الثاني: إحصاء ممتلكات الموظفين وعلى رأسهم القوات قبل تولي مسؤولياتهم، حتى إذا زادت ثروتهم ومتمولاتهم على الحدود المعقولة المفترضة بعد مرور مدة محدودة صار بإمكان الحكومة التدخل لمحاسبتهم ومعاقبتهم. وعلى الرغم مما تنطوي عليه هذه المطالب من فوائد عملية لا تخفى ثمارها على سير نظام الإدارة واستقرار المجتمع، إلا أن ابن الموقت مراكشي كان يرى استحالة تطبيقها في ظل حكومة لم تكن لها السيادة الكاملة على قرارها الإداري والسياسي، مما يجعل تلك المطالب في النهاية مجرد أحلام كاذبة وأمان باطلة. وإذا كان ابن الموقت مراكشي قد استهجن بالسياق الجامعة إلى القدح والتفشيع والأسى ما انتهى إليه واقع الإدارة المغربية في عهده، فإن حصرته ونقده كان أشد وأعنف حينما تعرض للولاية الشرعية، حيث أكد في هذا الإطار أن المنتسبين إليها من قضاة وعدول كانوا لا يعلمون حكم الله المتعلق بهم في توليتهم بل حتى الضروريات الدينية، وربما تجد منهم من قطع عمره في سرح الدواء أو في التلصص، ومنهم من له نسكة للعلم لكن لما يدخلها يصير عدو للعلم. إضافة إلى ذلك أن غالبا من كان يسعى للحصول على هذه الولاية الشرعية كان يصل إليها عن طريق الارتشاء ودفع الأموال الظاهرة، لما لا يخفى أن المناصب الشرعية اليوم كلها بالبيع والشراء، حتى صار أجهل الناس أشد شغفا بخطة القضاء وصاروا يتهافتون عليها تهافت الفراش على النار عن فراش على النار، وصارت تجارة في وقت تباع وتشترى. ونظرا لما اكتنف ممارسة القضاء والعدالة من انحرافات وانزلاقات مريعة، وهي كما لا يخفى من أهم وأعظم الولايات الشرعية التي تحفظ حرمة أحكام الدين وتحمي حقوق المتقاضين وتحقق العدالة بين الأغنياء والمحرومين، فقد جرح ابن الموقت مراكش في أكثر من موضع من رحلته إلى التأكيد على نحو تقريره أنه في زمن صار فيه من الصعود بمكان
إصلاح مؤسسة العدالة بما يعيد لها حرمتها ومكانتها المخصوصة في المجتمع، أصبح ترك العدالة في هذا الزمان هو العدالة. وهذا الموقف كما ترى على ما فيه من نزوع استسلامي يائس لواقع الحال، إلا أنه يعكس التعذر كل ممكنات الإصلاح والتغيير في المغرب آنذاك، في ظل حكم محزن صوري فاقد لكل سلطة فعلية في مجال التبيين والتقرير، أمام إدارة استعمارية متسلطة كثيرا ما وظفت سياسة الفوضى والإفساد الممنهج للمرفق العمومي كآلية لتعميق عوامل التكليف والتقسيم في جسم المجتمع، حتى تنشغل فئاته بذاتها وتنصرف عن الاهتمام بما يحاك ضده ويدبر في أمهات القضايا وأخطارها تأثيرا على واقع الإنسان المغربي ومستقبله. طبعا في حال الوقت انتهى، إذا سأمر مباشرة للخاتمة ويمكن أن الوقت ماذا؟ إذا تحسن لما سبق يمكن القول أن ابن الموقت مراكشي كان سلفي المنزع والهوى، حتى أن مواقفه من المسافر الوطية التي عمت بها البلايا والخطايا في المغرب الحماية لم يرى فيها إلا نتاجات وإفرازات مختلة لواقع ديني وسلوك انفرط فيه عقل الصلة والتواصل مع روحي الكتاب والسنة، دون أن يربط هذه المسائل ومسدداتها بالمتغيرات الجديدة الطارئة التي شهدها المغرب قبل عقد الحماية الفرنسية وبعدها، والتي أدت إلى إحداث الشعوب في البنى الاجتماعية والاقتصادية القائمة واهتزازات ملحوظة في منظومة القيم والأخلاق الموروثة. أن ابن الموقت مراكشي وعلى خلاف كثير من علماء السلفية الجديدة لم يرى في مظاهر المدنية الغربية التي أنست تجتاح مختلف ذنوب الحياة ومرافقها عشية الرجم استعمار المغرب إلا وجه الاستلام والتفكيك لأنساق القيم والأخلاق والعوائد التي شكلت عنوان الأصالة المغربية وقوام الهوية الإسلامية، في حين تجاهل الحديث عن مكاسب هذه المدنية الأوروبية وتجلياتها الحداثية كما شهدها وخليلها عن قرب في التنظيم الإداري والاقتصادي وفي مدارس التعليم ومناهجها وفي وسائل التعبير والصحافة وغيرها. وشكرا على حسن الإصغاء.